هاش بيركبك حجي؟ الحج مسلقات ابويا مسلقات حجي. حجي هاي شيء اكيد من الزحف. مبين. شيء اكيد من الزحف. مبين. هاي اثر ايام الشباب. انت مو خوش بالانجليزي راح اختبرك. تفضل استاذ. زين زين. زين شنو معنات كلمة سعد بالانجليزي؟ هابي. زين سعيد كلش. هابي. هابي. جماعة الابر طبقوا على صفحة. شلون؟ مشترك جديد وخر من يمي. حامي حامي. شو تسوي؟ تقدر تسوي هاي الحركة؟ تعالي قرود تعالي. نعم نعم سوف أتي سوف أتي. مرحبا هل سمعت؟ سمعت الخبر. مساء الخير عليكم. شلون صحة؟ شلونك حبيبي؟ شلونك؟ هلا حبيبي. شلونك؟ معنوياتكم؟ والله جاهزين زين؟ زين. حافظين؟ حافظين. راح تزلزلون المسرح؟ مسيطرين. تذكرني اول يوم ما صعدتوا على الاستيج شنو اعطوكم نصائح الاساتذه؟ التزمتوا بها اليوم؟ التزمنا بها. راح تاخذون اربع اخضر؟ اربع اخضر. يا بيقولون راح ناخذ اربع اخضر، خليني استذكر اني وانتو اول يوم صعدوا على مسرح كوميديان خليكم وياي. تك يحكي شقلوط كل شيء ما في كلمه من يمك والله خلينا نقوف رجليك كم يا عمام كريزي على راقي حبيبي على راقي والله هذا راح الولك يمكن والله انت ولك تنفس قناعي لا انا قلت لك انا قلت لك تسوي تنفس صناعي خلينا نسوي لك تنفس صناعي لك مو منه عيب يا معود اللقنه قدامنا ما يقير اه والله يلا ليش لا انا اقول الكارت الاخضر بعد عندكم لانه اربعه يعني ما نقدر والله والنعم منك مشكورين استاذ هذا حافز على مود لان بيكم لازم استاذ هسه احنا المرحله الثانيه اي المرحله الثانيه يعني نعم. يعني حاليا هسه اي جروب يختار في حاله النجاح يختار شخصيه من الشخصيات حتى يكون هو ضمن جروبه بس هالمره حسابنا شويه عسير ان شاء الله بعد ما بيها مجامله والعصير طيب خاصه بعد الاكل اي يخص عصير الليمون انا اتوقع ان شاء الله نشوف شيء افضل من السابق نتمنى وهذا املنا حتى لا هم سباق نفتخر نحن كلجنه انه قدمنا للناس ممثلين جيدين ملاحظات تنسي كانت ملاحظات علمية ودقيقة طالعة من أساتذة ممارسين وأساتذة دارسين فأعتقد هو هذا اللي 100% راح يستفادون من المتابعة دروس مجانية والله أكيد هسه احنا نستقبل المجموعة الأولى نعم تفضلوا ماما تجل عينتين. ستاند اب. سيت داون. ترفعك علينا. مساء الخير يما. هلا. شايفين ما شايفين وليدي نازل بصير في مالتك في بيتي علي. يما. نازل بصير في مالتك يما. الدرس الاول. يما. نازل بصير في مالتك. شابك هنا يما. يما صرحتينه دعوفه المعلم دعوفه يما انا بدي دعوفه يما سويت لك بانيا صار لها ثلاث ايام يما يابا انا ثلاث ايام صار حجيه الله يخليك خلطيني مسيرف هسه شنو يما فدوى اروح لك خلطيني مسيرف هسه يما انت جابك هنا خلطيني مسيرف اكو اداره تجابك انا اطلع برا احمل وادي يما يما روح يما تجاب ترى ما يصير ترى هذا كله من تايمني حجيتي ايش عندك هنا جايه بال شوي عراق مالتني شوي عراق كل شيء ما افتن من يمك انا بس ثلاثه كل شيء ما افتن من يمك يما فدوى روح ليش اطلع برا قوم طلع امك احمل وادك قوم بالك على روحك على روحك طلعها برا احمل وادك اطلع حبه اطلع حبه مسكت دمه ما يصير هاي يا احمل وادك هيك من البدايه وصر انقري انه ما يجي الا بالعين الريت صدقني ما يصير تحشم مكانك قعدنا مو قعدنا اليوم عندنا موضوع جديد
الهو واستخدامه. هسه غير يعرف الدوغ ما تبي البيت ويحكينا انترستانك. قوم 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 طي طي بعد شلونيه هسه نجحك روح. ستار ستار روح يا بعوض. نعم عندك في الروجه قدام ولي امري وبعد ما وصيك وايش تحتاجه انا بخدمتك. ابني انت طالب جيد وتعرفاني ما ادور حرام. والرسول حب يحب الهدايا. وانا تعرف احب الهدايا. صارت بين ماني بعد نجحت انت. اسكت لك. ويا الحاكي. ما حد حاكي استاذ. يدري. عفوا استاذ. انتم اصلا ما تعرفون قيمة المدرس والله. اي خوش يسوي قيمة. اي بس ما يخلي عليه ساتي يصير عندهم ضغط. اسكت لك. انت طولي شعري وهذا رافع لي شعري. ايش عليك استاذ؟ غير حرية هي. انتم اصلا ما عندكم لا قيمة المدرس، احنا والله كنا قبل. لك شلون من يطوب المدرس في هالشارع ما نطوب منه. صدقتك استاذ. يقولون كان عنده عيون اثنين شلون يشوف ما ادري. والله انت جمال احنا نصير مثلك. ما حد حاج انا بعلي يا استاذ. قوم انت شلشتني والله. قوم. قوم. حضرتي؟ نعم استاذ. حاضر؟ انت مو حضرتي؟ علي هالجملة. يلا استاذ انا اكبر من هذا الشيء. بيض وجهي. عيب عليك استاذ. شنو استاذ؟ اقرا لي هاي الجملة. استاذ انا اكبر من هذا الشيء مو عيب. شنو؟ قعد. عصانا اذكياء. واحد منكم هذا يقول لي انا محافظ وهذا يقول لي. لا استاذ حافظين. انا بالنيابة عني ما حافظ، شوف زميلي يمكن حافظ بعد. ادري بيه شلون حافظ. قوم. قوم بالله اكتب لي على صبوره. قوم اكتب لي على صبوره. اكتب هاو. هاو؟ اي. اي هاو. عندنا انجليزي احنا. انجليزي. كنا العراق كتب... استاذ. اي ادري. عشتيتك شاطر. وعليه، اول شيء انت المفروض تروح تجيب لي اول امرك اول شيء. ميت استاذ ميت. ميت؟ جيب لي عمك خالك ما ادري تفضل اطلع برا. تفضل هذا قلم مالك. انت الشيخ هذا بوتني. يلا ارجع ارجع اشرح استاذ. ما يهمنا الكلام، انتم اصلا اساس ما عندكم. المفروض نسوي لكم اساس. اساس ما عندكم ترى. نعم استاذ. ادري بي. هذا عم استاذ. الا اجى العينتين لاصت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شلونك؟ اهلا وسهلا. الغالي. تعرف اللي سكت؟ هذا ابنكم هذا؟ قبلنا؟ غير انت عمي. اي انا عمك وهذا ابنه. ادري هذا شايفينه؟ انت اشوفه والله هذا قدامي. ادري شايفينه. شايفينه شنو اخلاقه بالمدرسه؟ شنو اخلاقك ولك؟ والله ما مسوي شيء. وين المدرس مالتك؟ انت ما تعرف اخلاقه انت عمي. اعرف اخلاقه. اخلاقه اصلا طيبه. طيبه. حباب. طيبه. هسه طلعت انا مقصر. استاذ قدم يم الصبوره استاذ ما اشوف. لا يلا تقدم. نعم استاذ. اقعد هنا انتو. شوف منو مقصر انا لو هو. ليش ما نقعد؟ ليش نقعد؟ استريح استريح. استاذ اقعد عمه هو هيجي. تيتشر تيتشرني. نعم. ممكن كويستشن سمايلوني؟ شو تبا علي؟ بيصير واحد كويستشنك؟ قوم. لك شنو كويستشنك؟ خميس بشتري جديد يا بعوض. لك شنو كويستشنك؟ شنو سمايلوني؟ لك انت خربت اسهل لغه بالعالم. مني؟ مني؟ لك هاي لو ام اللغات هاي. يبيها مجال؟ شنو يبيها مجال؟ لغه استاذ. اقعد. بيصير هذا بوضعيه. لكم انتم الى متى راح تظلون هيجي؟ الى متى؟ لك هذا العراق اول لغه بالعالم اول حضاره بالعالم هيك يصير بي؟ هيك ولي امر الطالب هيك يحكي ويا المدرس؟ هيك الطلاب هيك يحكون؟ لك العراق اجت بي الانبياء والاوصياء هيك. لك انتم المفروض انتم شمعه العراق، انتم مستقبل العراق. بس والله مع الاسف الله اكبر عليكم. انا بس اريد اقول كلمه واحده. أريد أقول كلمة واحدة بس والله واقفة هنا. قف للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا. أشكرك سام. ممنون. إيه لا نقاش. مع الكرت الأحمر ملاحظة صغيرة. نعم. يعني أكو واحد يقول المدرس أنت جبان. جبان.
احنا نصير مثلك؟ انا مو على مود هاي الجمله اللي قدمته بذاك بالبدايه بالمرحله الاولى افضل منه. صحيح. زين العام منين جابوه؟ من الشارع؟ ما افتهمنا. كله تجاوز في تجاوز. احنا نريد ننطي رساله انه المدرس قيمه، وانت ختمته بشعر جميل جدا. لكن بهذرتوا لي المدرس خاصه الاخ يعني تجاوز بشكل. كوميديا ماكو. ماكو. الكوميديا لا نعني انتقاص من الاخرين. يفهموها. بس هم انتقصوا وما اجتنكم، ما حسينا بفد شيء كوميدي يعني. يعني اذا هم فاهميها انتقاص حتى الانتقاص اللي اشتغلتوا عليه هو ما جاب لكم شيء يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا التوفيق ان شاء الله. يلا القادم افضل. ورجعنا وياكم احبتي المشاهدين، وكل صوت محمد المعلق خلاني احكي بهاي الطريقه. وصلنا الى فريق مصطفى ناصر وعباس الورد. بس شفت بس مصطفى، وين عباس؟ والله عباس دا يجهز. صدق؟ اول شيء مساء الخير عليك. شلونك؟ انا ذيك الحلقه نصحتك قلت لك اكل زين وصير سمين مثلي. شو بعدك ضعيف؟ رشاق احسن. صدق؟ والله احسن. مصطفى اريدك شوف يلعب كرشي. يلا خلينا نسال مصطفى. مصطفى تتذكر اول يوم من صعدت على الستيج؟ اي. شلون كان معنوياتك لما شفت لجنه التحكيم؟ صار خفيت رجفت؟ دخلت بكل قوتي، وحتى عدت مرتين عدتها، بس احسان دادوش قال لي اوكي عليك لان خليك اوكي. تتوقع اليوم هم احسان دادوش يقول لك اوكي؟ اتوقع. يلا مشاهدين كلام، خلينا نستذكر فريق مصطفى ناصر وعباس الورد اللي يجهز المكياج مالته، وراجع لكم خليك. لا بس البرموله اللي عدلها. شوف حبيبي هذول كلهم مضغوطين ما يحبون الشخص الناجح. انت تعرف ايش قال هتلر؟ ايش قال؟ هو جاي يسيلك. انا ما اعرف استاذ، احنا عندنا فقره مفاجئه للضيف. لا ما اقدر اكمل البرنامج. شكو؟ ما اقدر اكمل البرنامج، مستحيل اسامحك. بعد كذا سويت مستحيل. شلون؟ المره تريد والجاهل يرجمون. مو عايشه والله، مو عايشه. زين هذا وين القاه؟ وين 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 وين؟ نفس العنوان لقيته. حبيبي فنوس يا حياتي، فنوس متى ولا عندك فنوس. الله يصير عندي بيت وفلوس وسياره واتزوج على مرتي. يلا اسف اخوي المارد، بس كنت مارد منه وشفت بيتكم وقلت بلكي يساعدني. وش قال لك علي؟ رعاية اجتماعية. مو انا من طرف ابو سحر السحار. على راسي انت ابو سحر وامرني. اريد منك ثلاث طلبات. هو واحد، اذا اعطيتك زياده ازعين شاربي. مو انا من طرف ابو سحر السحار. حبيبي جاي شاق، راح اعطيك اربعه اني. اريد بيت وفلوس وسياره. خايب طير. لازم اكثر. ولك هو الجن الازرق ما اطلب منه هيك فلوس مبلغ. مو انا من طرف ابو سحر السحار. شوق ياك، انا راح اعطيك مليار، نص الك ونص ابو سحر، بس قول وياي. بس قول وياي. قول مثلي مثلي. قول مثلي مثلي. هذا شلون افهم هذا؟ يو از مي. يو ألب؟ ألب ليش؟ خليني أكمل. يو رايت أجين أند ما شاء الله قوي بالإنجليزي. بس قول وياي. بس قول وياي. يا شكلا أيامك الله. يا شكلا أيامك. ولا أقول لك ما أريد فلوس، أريد سيارة. ولا أقول لك ما أريد سيارة، أريد بيت. عشان غير فطني، أنت إيش رايد؟ بيت لو سيارة لو فلوس؟ زين ممكن أحذف إجابتي؟ والان اعزائي المشاهدين، معانا شاب رقيق من العراق وصل للمليون بعد ما حذف اجابتين ولو جاءت لاعب من جورج قرداحي. انت ايش رايك بالضبط؟ انا ما اري شيء، بس اريد مرتي وامي يتصافون. حبيبي انا شغلتي اخرب ما صالح. زين ممكن تعالجني معالجه بسيطه؟ يا دم الكذب والدراما العراقيه والزحف. ابوس ايدك رجعني.
ابو سجدك رجيني. انا هروح بس اذا لقيت الباب ارجعك برايجي اقلب وجهك انت وخليك كذا ابو سحر. عفنو راح وراحت السياره وراح البيت وراح الفلوس. لا تبقيني هنا وقدم وياك وقدم وياك. بس نفس الملاحظات من عمي اللي اعطيناك بالحلقه السابقه من المرحله الاولى. سريع بالحوار صار تبك. لا مو اقول لك يعني من اعطيناك ملاحظه بديش مره قلنا لك اديت زين لكن جمل تركب على جمل يعني هاي انت وحدك جملك تركب على جملك فكيف المقابل؟ هاي نقطه. مصطفى ادى جيد جدا ادى جيد جدا يعني انا افضل انه انجح مصطفى يعني اذا صار انا اشتغل على الملاحظات يعني لا انت اديت زين لا اشتغل على عباس بس اعطونا فرصه. كم فرصه يعني؟ اخر فرصه. انا اشتغل على عباس. الشخصيه حلوه والمشهد حلو وبي فكره موجوده لكن قلت لك انت بالحلقه الاولى بالحلقات الاولى من جيت اختبرته لاول مره تشوفون لجنه يعني انت هسه تسوي العكس المفروض بالمرحله الاولى انه لجنه لكن ما خفت هنا شنو القضيه ما اعرف يعني استاذ عالمين وقع نيك مايك انا علاقه عباس حبيبي احنا نريد نفيدك يا ابن عمي والله نريد نفيدك والله احنا مو لجنه احنا اصدقاء احنا اصدقاء واحنا حبايب نريد نقدمك شيء للناس اكيد استاذ ما هي جاي بعد استاذ انا راح اشتغل عليك انا ما مع. انا بالنسبه لي اختار مصطفى ومو نكايه بيك ولا ابدا هاي اللي شفتها انا يعني غير احكم ضميري وهاي لجنه ايضا استاذ انا اشتغل عليه ان شاء الله شوف راي استلام تفضل استاذ احسان والمشكله هنا أنا قلنا ما بيها مجامله اوكي بس يعني أنا الفكره علي. المشهد جميله انا كنت اتوقع انه انت جاي تطلب من عنده بس يعرض لك مشاكله فانه انت تنكسر ينكسر قلبك عليه وتعطيه فلوس مفارقه حلوه انت جاي تطلب ما لعب الشكل كلش لطيف يعني كلش حلو يعني مؤهل نريد نضحك بس ارباكم وعدم تحضيركم بين الفتره يعني المرحله الاولى وهسه سريعه جزء اهم اربكتكم يعني طير يعني انتوا انا اصلا يعني ساعتين كافي عليه ساعتين كافي عليه اربع ايام لا خلينا نقول احنا مثلا يوم واحد كتبناه احنا وشوي يومين كتابه اي عالجناه عباس محافظ مو مشكله مشت لكن حواره هو ده ياكل حواره استاذ انا اشتغل عليه ان شاء الله ما نشوف راي الاساتذه بعد تفضل استاذ دكتور صار فرصه ثانيه واني إيه فرصة ثانية هوس يا ابني ما يصير تحق أكو حقوق موجودة لآخرين أنا بالنسبة لي قدمته كفكرة جيدة جدا ومشتغلين عليها لكن هذا اليوم المفروض تجون كاملين كاملين جاهزين يعني بالاختبار أول ما صار عندكم هذا الموضوع ما صار مو الآن فشل يعطيك فرصة استاذ بليس جبت العام استاذ بالمرحلة القادمة أقدم أجمع بالعكس شوف احنا يعني حتى الآن ننحط في مأزق احنا نريد الأجمل فاليوم ما شفت شيء حلو لا استاذ مرحلة القادمة بالنسبة لي حتى أريحك مصطفى أجمل بالمرحلة القادمة وأوعدك ما هاي لو بحدنا تكتب لي وتقدم مش بس أوعدك استاذ اكو آلية برنامج حبيبي أوكي يعني أنا ما أقدر أتجاوزها وعندنا تصفيات والإدارة القناة محتاجة عدد معين حتى للتصفيات فالمجاملة خلص وقتها أوكي أستاذ فأنتوا جيدين ولكن هذا الحلقة مال اليوم مو جيدين فأنا بالنسبة لي تحسون أنه إيه؟ من تجيكم الفرصة مو قصة فرصة بالعكس إحنا شوف أنت زميل وجوز نلتقي بعمل مثلا بس كآلية برنامج ما أقدر أجامل أنتوا داخلين بتحدي أمي إذا أنتوا يعني ما اعرف مفرده التحدي ما فاهميها ما اعرف يعني انتم حتى بالمرحله الاولى يعني اللي اجاكم اللي اجانا مستسهل علما انه احنا قبلها من اعلنا عن البرنامج عندنا انت متمكن متمكن بس ما سعفت نفسك الايد واحده ما تصفق اكو عوامل او عناصر الاضحاك وصيناكم انت شوي اشتغل عليها اختاروا صح واشتغلوا صح يعني لا حشاكم يعني الشخصيه الثانيه لو طالعه شويه فطير بليد
حتى تقدر تبني انت عصبي وهو يقول لك انت على شنو تحكي حتى يصير كونتراس واقول لاعبي له صح صار نسيان صار كذا هذا محسوب علينا وبعدين هاي الماده اللي قدمتوها للامانه لكم مو بصالحكم تنعرض كهاي العرض بس لان اكو برنامج لازم تطلع المشاهد انت راح تزعلون على نفسكم قول احنا قدمنا شيء زين هسه اريد ابتسامه وحده يعني الشو استاذ نعيد المشهد اذا مو تعيده بعد يعني ما اعرف انا هذا لا شيء حقك وحق غيرك انا بالنسبه لي اتمنى لكم التوفيق شباب نسمع حتى ما نطيل عليكم اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في حلقه قادمه والف سلامه انا قلت مصطفى وقلت لك هذا مصطفى قبل وانا قلت لكم اختاروا اساتذه يعني متأيدوني اكيد احنا هذه يعني هدفنا انه المجموعه اللي بيها ثلاثه او اثنين اذا كان واحد جيد والاخر غير جيد بالاداء لا نظلم الجيد على حساب اللي ادى بشكل خاصة جيد خاصه واحنا نبحث عن مواهب يعني بالضبط فانا اقترح عليكم او انتم شفتوا يعني مو اقترح عليكم العفو الجروب الاول منو كان الافضل بيهم سادة يعني تقريبا محمد علي محمد كان زين محمد اداء كل جميل وممكن الشخص هذا الولد شاب موهوب استاذ مو احنا تتذكر يعني احنا وصيناهم يعني قلنا لهم خلي يكون اختياركم صح يعني لا انتم مثلا اجيتوا اربعتكم كجروب تبقون اربعتكم على مثلا وياكم واحد قد يهبط لا مو ينظلم 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 يعني, يعني تظلم نفسك ضمن الجروب فانت من تختار مجموعه اختار مجموعه اللي يا صعدون كلكم سوا يا واحد يروح حرامات او يركون اثنين حرامات هسه عندنا المجموعه الاولى محمد برز من المجموعه الثانيه والمجموعه الثانيه مصطفى ناصر يعني ممكن مصطفى كان جيد يعني جدا مصطفى هو الممثل ممثل الشاطر ممثل الجيد الموهوب نستدعيهم يعني المفروض يعني احنا بينا حتى نطور هالمواهب هالحلوه الجميله ما نخليها نستدعيهم اذا المجاميع اللي تجي بعدهم اذا تميز واحد او يتميزون اثنين لا ينجرون بجريره الاخر ان شاء الله بعد اذن المخرج نستدعيهم استاذ تفضل مرحبا مصطفى تفضل انتم من الجروبين اللي برزتوا بالاداء وبالشخصيه وبالكاركتر فنتمنى مثل ما تفضلت ست نعام والاساتذه الافاضل انه ما دام انتم تميزتوا بالجروبين نريد القادم مميز اكثر ان شاء الله حتى يعني انتم مو الا مثلا انت عندك جروب لا تظل على الجروب لا هي وظيفتنا نختار من الجروب انت تختار من جروب اخر وتشتغل على المشهد القادم تشوفه اللي لائم اللي انت كتبته وتتفقون وخصوصا اذا كنتوا من محافظه انتوا اثنينكم من محافظه الفلانيه او كذا تتفقون او تختار لك من محافظه اخرى تجي قبل يوم او يومين تتمرن وياه ولا بس تتفق ويا مساعد حتى لو خارج بس على مذيعينك لان يعني انت المعني بالمسابقه تشخيص ما راح نمنحكم انتم تشخيص مالتنا يعني احنا نريد مريد الموهبة تروح على حساب واخر ضعيف معاكم لهذا شخصناكم شباب شخصناكم فعلا بتشخيص علمي دقيق انه وجدناكم فنانين بالكوميديا موهوبين ولهذا راح يكون قرارنا انه اختاريناكم اثنينكم وراح تختارون ايضا انتم الشخص مع اللجنه من واحد من اللجنه كل واحد يختار له واحد راح يشرف عليه خلال هاي الفتره القادمه احنا يعني نمنحهم كل واحد شهاده ان شاء الله يلا إيه من تاهلوا المن تختاروا من المجموعه الكريمه يعني انت من ضمن جروب انت شرفك حبيبي محمد اختيار صعب لان كلكم اساتذه اختار لا ليش اختيار صعب اللي تحسه قريب اليك ويطلع طاقتك سان دادوش حبيبي شرف اشرفك سان دادوش راح اتعب وياكم حيل نعطيكم شيء استاذ احسان يعني قبل اذا ثبت اسم المتسابق وامامه الاستاذ اللي اختاره محمد علي جبار اختار استاذ احسان من باكر تقصون اظافركم شو العلاقه؟ عليك استاذ مبروك عليكم موفقين ان شاء الله مصطفى مصطفى ناصر اخذوا الشهاده مال تاهيل وانطوه 5000 ما نرجع مبروك ولادي مصطفى حبيبي حمود الورده راح تعبوني حيل حبيبي حبيبي هلا ماما هلا وقلبي حبيبي موفق مبروك ان شاء الله نطلع ان شاء الله عندنا اسعد ومحمد مساء الخير عليكم مساء النور شلون صحه اهلا وسهلا شلون المعنويات والله معنات عاليه محمد طيبه محمد شلونك والله بخير تمام
حاضرين زين؟ ان شاء الله. اريدك اسعد ومحمد تقولوا لي اول يوم صعدتوا على مسرح كوميديان ولما شفتوا اللجنه صار بيكم. والله صارت تباك بس هم يعني وردات. خفتوا؟ صار يعني. التزمتوا بالتعليمات اللي اعطاكم اياها؟ الملاحظات؟ الحمد لله. اوكي اليوم مشهدكم كلش قوي؟ ان شاء الله قوي. راح تاخذون 4 اخضر؟ ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام خلينا نروح انا وياكم نستذكر اسعد ومحمد اللي سووا بالمرحله الاولى وشلون اخذوا ال4 اخضر. خليكم. هاي شني؟ هاي مبخره مالتك ما بيها دخان. مو انا بيها ربو. ها عساك دوم ان شاء الله. وهاي شنو؟ شنو؟ خشمك. جبيل مو؟ خلنا في رجلي. وين صار الشاي؟ جبت لك شاي بويه، جبت لك شاي بويه، جبت لك شاي احلى شاي لابوي العزيز مسوي بيدي. انت الفاهي سوي شاي بيدك؟ دم ما صدق. اقعد اقعد كانك تلمر كهرباء شارد بالطاقه. زين سوينا لك شاي؟ شنو؟ لا كل شيء موافق. ها عسبالي. بويا مشتاق لك موت، تعرف شنو موت؟ مشتاق لك. هاي بوسه حجامه شفط شفط. بويا هاي من قد الاشتياق. عوف الاشتياق عوفه وسولف من الاخير ايش عندك؟ عندي موضوع وياك. انت؟ لا هذا لبس صفك. وين هو؟ بويا شيء اكيد انا، شيء اكيد انا. شنو الموضوع؟ سولف لي اياه. انا ببالي وحده. مره؟ لا سخله. سخله؟ شيء اكيد مره بويا. يا عفو ولاد علي كيفك تعال خليك راجدي بعد. لا ابوي لا 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 اخر لا لا ما يصير. زين ما قلت لك تعال مره شو تسوي بيها؟ ابوي خليها تبيع طرشي بباب الشرجي. طرشي؟ ابوي غير تزوجها شو اسوي بيها؟ عفو يا ولاد خوش تفكير خوش خطوه هاي. زين انت ما قلت لي المره تركيها بفلوس ببلاش؟ ابوي اي ببلاش وياها طباخ وغساله هديه. طباخ وغساله؟ اي نعمه. ابوي شلون ببلاش؟ غير زواج وخطوبه وعرس وحنه وكل شيء وكلاشي. كل شيء وكلاشي؟ وليدي انا عندي لك وحده ما تحتاج كل هذا من المصاريف. يعني ببلاش؟ ايه. وين اكو مره ببلاش؟ اكو اسال لك بيها ياهي ماكينه بالتبخنير. بويا هاي تخسرني اتزوجها صدق كذي. هاي تخبر تقول لي قمر باخر انا اصير مكانك. بويا انت شايف وجهي؟ خبر كنا اباط ما تصيني. لا وليدي لا وليدي حلو هسه تبدها هاي المصاريف كلها بطلونك مدرع تخيطه. بويا هذا على المدير. على المدير ها وثاني شيء انت ملتهي بجوبجي. شني؟ جوبجي. بويا بوبجي. ها بوبجي وشلان كوش. هلي قالب اللغه ويا كلاش كلاش. اي بس ما يصير احنا كل سنه تدخل لنا يا ابويا لعبه جديده وانت راح تتهون بيها ما تتهون مستقبلكم. لازم الشخص الواعي الفاهم يفكر بالمستقبل ويتخلص من خطوه الى خطوه عمود يكون حياه واسره مرتبه. هذا الشاب الفاهم. ابويا انا كل ما اجيك تطلع لي هاي السوالف ما اعرف ليش. انا اعرف اللي ببالك شنو هو. شنو هو؟ انت تريد نتزوج ماكينه تعرف ليش؟ ليش؟ تريد تتزوج امها انا ادري بي. ولا كنت صدق الرد لك كتله. كتله لو كثافه. هسه شوف الكثافه شلون انا. وين الشاغه وياك؟ قوم 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 الشاغه وياك. كنا بسيف بس النوبه. الشاغه وياك. تحياتنا لكم. تحياتنا لكم. سبت العام صدق. صح انتم منتقنين يعني انه واحد مصعد على حوار الثاني و ولو كنتوا تلبشون على قولتنا بالعامية يعني سريع يعني إيقاعكم كان سريع يعني بالنسبة لي أنا 50%. شكرا ست. ممثلين جيدين ونعم منك استاذ. فكرة المشهد حلوة بس نفس الملاحظة. شكرا. يعني ما يعني شوف يعني سواء من دق الباب منو مو دكتور منو ما يصير. صحيح. فكان الحوار سريع جدا و يعني 50-65 ان شاء الله الغالي ما افضل 60 يعني ان شاء الله. استاذ حسان عفوا. ايقاع حلو استلام وتسليم بس هذا ما يعني انه لازم يعني سريع حتى نفتهم النكته. صحيح. اكو فعل ورد فعل. صحيح صحيح. تدور عليك استاذ. اكو محطات يعني ضحكنا بيها. أيه. حلوه شهاده يا اعتزلي. الله يسلمك. بس هاي المرحله مهمه. صحيح صحيح. فيها منافسه يعني لو تبقى بالبرنامج لو تطلع. صح. ممكن شفت زملائكم من قبل. نعم استاذ. احنا ابتسمنا. اي. بس احنا نريد نضحك. يعني احنا عندنا مصطلح نتداوله بالمسرح بيناتنا احنا هسه احنا يعني انا جول جول اريد يعني ان شاء الله. يعني وبعدين قعدتوا تمثال. يعني من قعدتوا انكتل المشهد. ولو ظالين واقفين هم جاب لك شاي مصير تفاعل. انت صح. مثلا شنو تباع على منظر يا بدي تعال اسولف وياك
يعثر بي كذا، المهم اكو حركه. اكو تفاعل المسرح يعني، المسرح حركه مو قوي استاذ. اكو تفاعل بس من قعدتوا يلا جمعه شويه ايس بعد ما ايش تقدر تسوي؟ تمد رجليك ما ترام؟ لا صح، هاي من تبيله صح بسيطه يعني. السنة بالنسبه لي مقبول خمسين مقبول بس. والله بالنسبة لي غير مقبول اللي قدامك وخيال، لأن أنا شوف السرد اعتمدتوا على اللفظ على الكلمة اعتمدتوا وما جبتوها، ورغم هاي هي نكاتها ممكن أكتب لك إياها ونحكي بيها، لكن كل شيء ما أديته يعني بالعكس ما قدمتوا القبل أفضل. الآن قدمتوا لي أنتوا في النهاية المفروض قدمونا في الشيء، ما قدمونا جايين بهالجمل هاي صفطونا وابويا وماكينه والامور هاي. هاي ممكن تقراها كتب اضحك، حتى انتوا ما خليتونا نضحك، مو وصلتونا لهالمرحله هاي. فأنا بالنسبه لي اولادي الاعزاء الكرت الاحمر على كل ادائكم وموضوعكم، شكرا جزيلا. وبقى الاساتذه عندهم الراي الاخر شلون نحلها. حلوها عادل. انا اعطيت تبريراتي، هذا الحكي ممكن اي واحد يسويه يعني، مو مال واحد متباري، لا برنامج كبير مهتم الان المجتمع كله ده يتابعه، وايد يتابعوا هذا البرنامج، وايد يتصلون، وايد يظلون تجيني بهذا المشهد البسيط. لا ما اقدر يعني بصراحه شكي يعني بالنسبه لي شخصيا، اساتذه احترام وراهم راي محترم. لا احنا حتى راينا نفس الشيء هو تقريبا كرايك يعني، نعطينا 50 يعني، يعني هذا يعني انه النجاح، لانه الكوميديا بالذات هسه من قلت لهم اريد جول، يعني احنا عندنا مصطلح الجول موجود عندنا بالمسرح، يعني ما اريد ضحكه تجاريه. عفوا ستة نعم، عندكم إمكانية تقدمون أقوى؟ إن شاء الله. إن شاء الله. مو هاي يعني ما يعني شو وقت نبغى؟ على الصيف اللاخ مثلاً؟ مو راح ينحسب عليك عدد هسه إذا اختارك مثلاً. أعطينا فرصة ثانية وإن شاء الله. تعيدوه نعطيهم فرصة وهسه نحسمها. إذا بهالشكل هذا يعيدوا. ها؟ إذا قدموه بهالشكل هذا راح يقعدون. ما عندنا غير. والحكي. إحنا السيد المخرج. التفاعل ردوني يعني صار التفاعل يختلف والحوار هم يختلف. مو على الحوار، احنا حوار بابا انتم يعني، يعني ما ادري رايي هذا بالنسبه لي يعني شفته يعني هو ضعيف 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 كلش. احنا قلنا مقبول، احنا من قلنا مقبول يعني مو جيد جدا، مو جيد جدا هو ممتاز استاذ محمد، فاحنا ثلاثه مقبول والله، واحد غير مقبول، واحد غير مقبول يعني. لا احنا كلنا احنا قلنا 50 يعني، يعني 50 مطين فرصه اخيره ان شاء الله. ما عندكم اسمح لي حتى احسم هذا المشكله عن اذن زملائي، تعيد المشهد ناخذ من وقت المخرج اسمح لنا حتى نحل هاي المشكله، تعيدوا بالملاحظات وبالملاحظات وهسه نقرر اي او لا. هاي غير فرصه معكم اذا عن نفس الحوار بس شويه هسه متعونا متعونا نفسه، بس نريد نضحك يعني ما نريد حتى نسوي هيك، نريد نضحك. اذا صدق اذكياء هسه نضيفون عليه فرصه. هسه هذا ما صار شيء لو مدي على باكر هسه ما استوت، هذا ما صار محمد ولكم سمد لك جاي بويا، جبت لك جاي بويا. هلا 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 تروح وين تروح السالفه؟ هلا 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 حياة احلى جاي لابوي العزيز مسوي بيدي. انت الفاهم تسوي شاي بيدك دوم ما اصدق. مو زين سوينا لك شاي تقول؟ لا كل شيء ما اقول بالي لك. شنو هاي؟ شنو هاي قدرتك لحظتها هاي شيء؟ لا ابوي هذا مدير. تعال 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 قوم 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 يا ستار يا ستار. شنو بويا البارحه منتظرك لحد الساعه 12 وانت ماكو؟ وين البارحه ولك بويا؟ البارحه سهران. سكران؟ لا بويا سهران ما نايم. ما صايم؟ ايش مالك صغير وانت ما صايم؟ لا بويا ما نايم ما نايم. ها ما نايم عنوم ماكو؟ عنوم ماكو. ها عسبالي عندك شيء من نام النام. لا بويا انا لك هواي مشتاق. يا مشتاق من جبار هذا؟ لا بويا مشتاق لك. تعطيني بوسه تعطيني بوسه. هاي حجامه هاي مو بوسه حتى وجه زلقتي. هاي برطك خذني خذني. شو السالفه ابو ذن ياهم ويا؟ بس انا مشتاق هاي من كثر الاشتياق. عوف الاشتياق وسولف لي من الاخير ايش عندك ابوي؟ انا عندي موضوع وياك. ياها وانت؟ لا هذا الافصار. وين هو ابوي؟ انا تضحك عليه؟ لا لا ابوي انا. وشنو موضوعك هذا ابوي؟ انا بالي وحده مره. لا سخاله سخاله ابوي. شي اكيد مره. ها عافيه وليدي عافيه. زين وهاي المره ايش راح تسوي بيها ابوي؟ خليها تبيع طرش باب الشرجي. شرطي طرشي طرشي. لا وليدي عوف الطرش خليها تبيع باصاصه ان شاء الله ماشيه شويه. اوه صدق الحجي وش السالفه غير تزوجها؟ اه تزوجها. ما انا ما اسمع ابوك. زين انت ما قلت هاي المره ايش راح تسوي بيها؟ قلت تبيع طرش غير. زين انت مين راح يعطيك مره؟ اكو ناس يا فراس. ناس ناس يعطوني مره. ها زين هم هذول الناس المره شنو راح يعطوك اياها ببلاش؟
اي ابويا بلاش حلو وياها طباخ وغساله هديه يعني بعد ما نغسل الملابس باليدين ابويا صدقيت غرب فلوس وزواج وحنه وخطوبه وكل شيء وكلاشي هذا اللي كلهن اي طبعا كلهن وبطلونك ندرع ويا هذا المدير يا مدير 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 اه مدير وليدي انا عندي لك وحده تقول لي القمر وخر اخ انا عفوا تقول لي القمر وخر انا مكانك وشنو هاي بلاش بلاش اكو مره بلاش وين ماكينه بالطبخاني عرفت تخبر ادري ابوي هاي تخيطني زوجتي لا تزوجها طبعا ابوي ايش السالفه لا انا ما اريدها ما اريد ليش هي حلوه لا حلوه ابوي انت شايف وجهي ايش بيه كنا اباط مالصين لا اولادي اولادي انتم تفكرون هيش تردون كل شيء على الحاضر وكل شيء بالعالي والتام تفكرون باللعب يا لعبه تجي اجيتوا بيها تركتوا المهم ورحتوا للهو الشاب المفروض يفكر بمستقبله ما يفكر باللهو لازم تخلص من خطوه الى خطوه ويكون اسمه مرتب افهمني ويا شو السالفه هو كله طيق ايه بويا لا انا اريد الله الا زوجة لا وانا اعرف شنو اللي ببالك شنو هذا اللي ببالك عقل لا مو عقل انا كل ما ارد اجي ارد اتزوج تقول لي ماكو انا اعرف اللي ببالك تريد تزوجني ماكينه تعرف ليش ليش انا متاخذمها ولك هسه صدق راح اسوي لك كتله كتله لو كثافه هسه شوفك كثافه شلون ولك بسيفس لا ابويا لا لا ها شو وياك ويش لا عدو وقفوا واه فقط بس تفضل شكرا شباب شكرا من لكم التوفيق الاداء اللي سويتوه مكان ما قاعدين وقفتوا نعم. ولو باقيين عاد قاعد احسن لكم اتمنى لكم بالنسبه لي اتمنى لكم التوفيق صار بتغيير شكرا جزيلا العفو سابع ما صار بتغيير يعني ما حسيت بالتغيير تك 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 اللي سويتوه انتوا كنتوا قاعدين حكيتوا وقفتوا الان وقفتوا حكيتوا يعني ما حسينا بروح الكوميديا ما نفس الادوات اللي استخدمتوها اداءكم واحد طق 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 خلص المشهد الله وياكم هذا اللي شفته عنه بصراحه شكرا نفس الراي اعزائي احبائي يعني مره انت تقول انا سمع ثقيل مره ما اسمع مره كذا هذه ضفتها بعد كم جمله بس ما ادت الغرض احنا كنا نصور انه راح تجونا نفس المشهد باحسن من الاداء السابق بالضبط نفس الشيء ما تغير شيء بعد الجنوب الجوي ساذج لا تعليق يعني شباب يعني هو صار سباق بالمفردات وهذا مو نعم واحد من ادوات الكوميدي صار سباق ياهل يقول كذا حتى يطلع المفرده الثانيه وايقاع سريع والمشهد هو اصلا ضعيف نعم يعني مستهلك نعم استاذ فيعني انا اقول يعني انتم ابدا بالعكس يعني انتم من وقفتوا اخذتوا ملاحظه ضفتوا شويه هذا نعم. دليل انه مستقبلا خارج هذا البرنامج نعم عندكم حب لهذا الجانب وهذا نعم الفن فاتمنى لكم موفقيه في غير برامج وصلنا الى فريق مرتضى ونرجس وحثوني مساء الخير عليك مساء النور شلون صحه رب ويسعدك هلا نرجس هلا شلونك شو اخبارك اليوم شلون انا وياك كلش يعني راقي راقي حثوني يا حبيبي شلونك زين حظك زين ايه دورك حافظه ايه وما تنسى على المسرح لا ما انسى اكيد انت نرجس نعم ما تنسين؟ لا بد حالي هسه حافظه صديق والله؟ والله يعني راح تاخذ ايش قد؟ أربعة؟ لا عشرة عشرة لا مو أربعة شلون منين نجيب لك العشرة؟ راح تاخذين أربعة خلاص؟ نعم طيب أول ما صعدتوا على مسرح كوميديان بالمرحلة الأولى شنو كان إحساسك من شفت دكتور كريم خنجر ومحمد حسين عبد الرحيم والعام الربيعي وحسان الدادوش؟ والله حقيقة يعني شفت؟ لا أنا خريج معهد فنون جميلة مثل ما حلو. قلت لك بالبداية يعني هم لجنة ناس اختصاص مع هذا نخضع الجميع اللي يطلبونه واللي يرضونه اليوم راح تضحكونا ان شاء الله موجودين انا متامل بنرجس وحثوني يلا مشاهدينا الكرام خلينا نشوف مرتضى ونرجس وحسوني ايش راح يسوون على مسرح كوميديان بس بعد ما نستذكر انا وانتو المرحله الاولى مالتهم خليكم مع مسالتني قالت لي واحد زائد واحد استاذ برايك شنو واحد زائد واحد نعم طبعا سؤال سهل اثنين واحد زائد واحد اثنين استاذ داعش شوف واحد زائد واحد داعش ما قارت يلا حسوني موقف اثر بيك حتى نختم البرنامج ايه. خلص اليوم وياكم يلا سولف استاذ راحت لابو المولده شغل لي ليلي قلت له طفي الليل شغل لي نهاري ثاني يوم هم شغل لي ليلي رحت له قلت له شغل لي صباحي شغل لي ليلي ثالث يوم جايب لي سماعي كبره شغل لي هذول ويوم ما يدقوا مخابير على نقصد علي اخذها وياي لو ابقي
هسه انا ما اخذ الاول، ايش عنده اخذ هي بقي هي خاف انه بياخذوها اي دعوها يلا روح. ساي وين راحت؟ الدعمة ضربت السيارة وين راحت؟ بس لا ما ولك هاي بس لا هنا خاطلة. نرجس 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 أعصابك عين سوينا لك قلبت الدنيا علينا يعني شنو جني ساحور باحور عبوالي خاطلة هنا ولس زين أقول لك شنو هذا؟ أقول لك خاف صندوق مال بوس لك التعب أبجي والله خي شوفه والله دنقي شوفي دهر فرك لها لك هذا يحكي شو يقول والله اقول لك شو يقول شو يقول احذر شو يقول قال لي راح اشتري سياره نبيها سياره خير يا طير تحدى شو يقول راح ازوجك ما طول بيها زواج اقول لك ايش قال لي زيان راح يعطيني شد مال ملايين يلا نبيها شدات حزوزني الثانية قل لك ايش قال لي؟ قال اختك راح يصير عندها قصر يما نبيها قصر حزوزني الثالثة امسي شغلنا عزوفات كملت السبحة صارت ثلاثة تعال خل نتفاهم سؤال الأولى وين تخليها؟ انت مؤدس بيت؟ اي عدي نقسم البيت ونخليها بمجتمل والثانية؟ بمجتمل الثاني خليها بي والثالثة؟ ثالثة معد الشدة؟ قلبي راح يوقف ايه؟ نشوف لنا مدرسة أهلية مراكز تزميل ونخليها وياسرها مطلعت إذا طلعت مو حلوة نبخيها وياسر تقبل أختك تشتغل خدامة عدة شناين؟ لا ما أقبل وصفة وصفة نفر يطالع علاوي أقلس ريوق أم أفلس عيارتني صمون أم أفلس ملابس أم أفلس استوب رضينا اقول لك شو احنا اخذنا الواهز بالتسولف ما عرفنا شنو هذا والله تعال خلنا نشيله لك لك شنو هذا لك شنو هاي لك شنو هاي لك شنو هاي شنو هاي هلا وعين هلا تعال 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 منين اجتك المره الاولى المره الثانيه منين اجتك النوبه الثالثه هلا وعيني وانت رايح تخطبي له شنو ايه شنو ايه غير من هذا شنو هذا ثلاث نسوان وحده ورا الاخ عم والله سبع تعال قل لك انت منين لك الشده؟ من هذا شنو من هذا؟ جرب حظك القصر منين؟ من هذا ها؟ حظك بيدك انتم لاعبين بهاي؟ اي لعبنا عبانا حلويات تدرون هاي شنو؟ 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 موبايل موبايل وفاتح بيه اللعبة مال بوبجي بس همزين بعدها بالتيم اقول لك يا تيم مال الماعين ولك شنو تيم مال معي؟ بوشنكي شوف هاي يا الله بوشنكي وتيم مال معي تعال اقول لك نعم اقول لك انت معدي درس؟ ايه معدي قراءة؟ ايه الصفحة الأولى؟ ايه ولا الصفحة الثانية؟ مش خليت بي مش خليت ايه اللي وراها شنو؟ غراب العشان روح اشربي مي حبيبتي انت اختك راح تشرب مي ايش راح يسوي الغراب؟ راح اوكله روح يلا اوكله روح روح بابا روح اكو عرب بالطيارة؟ خل اخذ الأول زين حلوين الفكره يعني بالبدايه صح كانت غامضه شنو داخل حلو هذا يعني الابهار انه انت تكتشف بعدين الاطفال يخبلون ردود افعال عندهم مال ممثلين يعني صح انا بالنسبه لي عجبتوني شكرا نفس الرأي ونتمنى لكم التوفيق الله بس درب حسين شوية زين شعلي صوتك حسوني ايش قلنا احنا بالبداية حسوني صوتك صوتك تجنن انت ونرجس والأخ العزيز اللي دربهم مشهد حلو ممنونين الله يسلمك انسجام بيناتكم واكو تفاهم وفكرة حلوة ونريد بعد أكثر إن شاء الله استاذ لكون خصوصية للأطفال صح مبروك أتمنى لكم التوفيق بارك الله بيك ابني مرتضى وشوف شلون استخدموا التحشيش قد حلو اللعب بالالفاظ عكس الشباب اللي كانوا قبل شويه قاعده واثنين بس حشي الان شوف حتى ادائهم
أداهم بالتلعب نفس نفس المنطقة نفس المنطقة شفنا صورة. مبروك عليكم وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. وحتى تربويا إنه هذا الكلام اللي صدر من اللعبة هو صح، قال راح تزوجني وتزوجني، يعني هي اللي يشوف المشهد يقول يعني تربويا هذا بهالعمر هذا، بس هي كانت اللعبة ما موجهة لهذا العمر، هي لأعمار هي هاي الغاية من الفكرة. بس أنتوا تأهلتوا للمرحلة القادمة وأكو شهادة تأهيل، شهادة مالت خلي يختارون قبل الشهادة المن تختارون. أنا أستاذ حقيقة يعني سمعت أنه أكو اختيار بالموضوع، فقلت لهم أنتم تختارون، أنتم أساتذة كلكم على رأس الله شهادة. نرجس احنا ما نريد نطشرهم، لا ان شاء الله فريق واحد يختارون فريق هم ذا اتفقوا ايه وانا وياهم نرجس استاذ حسان دادوش لا مطشي هو سعد مو بس هاي بعد هاي نتوكل مبروك استاذ حسان شخصيه محبوبه مبروك استاذ حسان الله يسلمك شكرا ان شاء الله تعال استاذ مرتضى وليدي مبروك عليك ارسلوا شباب انتهت ان شاء الله نرجس منك توفيق عمو عمو نسيت الفلوس عادي نسيت الفلوس ايه ولا واحد جاني وقال هاي الفلوس انا والدجاجة والفلوس ايه والبيع ايه احكي احكي بعد احكي هلا يقول متغير هالايام متغير علي ها شنو اي انفض 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 ضللكي ضللكي اسمع ليك خاف عبالك لهيتني احنا عصابة واحنا خطفنا ابنك عفية وانا حنظل وهنا الباشي ها باشي ها لك قلنا احنا خاطفين ابنك اي اسمع ليك ترى احنا خاطفين ابنك عفية قلنا احنا ماخذين ابنك رهينة اسمع ليك ترى احنا ماخذين ابنك دهينه نص كيلو مجو حسان طقي جايت الساعة 2 بالليل اي بوي عمود لعبه مال بابجي اقول لك بويه هو بي من هاد عليك هاد علي بانفور بانفور خل اقول لك شغله بعد قول يما من صار عمرك 20 فجوم مشتري لك دراجه ابد سياره ابد هذا بلاي ستيشن زين يما خل احكي تلبك لبك هذا بلاي ستيشن فجوم مشتري لك اياه لا يما ابد صط ريان ايش بيهم صار راحوا لجوبه صار جيبهم لك تعال صار لك شو تجيبهم شو عليك بيهم لا شنو صار افهم السؤال صار 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 صط ريان ايه راح عن اثنين شردن ايه ايش قد بقوا صار صدق يعني راح نتين شردن سقف وجد لك ممكن لك يوم موتك مي اي استاذ صدق ريان شردن اثنين استاذ يصير استاذ سبعه